بتعمل ايه يوم اجازتك؟ اجي هنا بلعب واتفسح، بلعب مع صحابي كده يعني، بلعب الكوره. كل يوم باجي هنا في الاجازه بتاعتي. في الاجازه بتاعتك؟ طب انت مش قادر تروح دريم بارك الحتت الكبيره دي ولا ما؟ لا عادي ممكن بروح. يوم اجازتك بتعمل ايه؟ بروح العب في الجراج. في الجراج؟ الجراج ده ايه، عبارة عن ايه؟ جنينة يعني ولا؟ جنينة واسعة. طيب وانت مش قادر ان انت تروح دريم بارك؟ لا لا. ليه؟ او تروح اي اماكن تانية؟ عشان معيش فلوس. حضرتك في ايام الاجازة بتعملوا بتخرجوا ازاي؟ بتقضوا اليوم ازاي؟ يعني بنتكلم مع العيلة مع اخواتي وكده، يوم اجازة كان جمعة وسبت، نروح اي جنينة زيارات، بس عامة بتبقى رواق عامة يعني. بتقضي يوم فسحتك ازاي؟ او يوم اجازتك؟ بخرج عادي وكده اروح عندي اصحابي، نروح نلعب كوره كده، بلاي ستيشن. بتقضي يوم اجازتك ازاي؟ مع صحابي. هنعمل ايه؟ طب انت مش قادر مثلا تخرج خروجات كبيره ولا بتاع؟ مفيش فلوس. بتقضي يوم اجازتك ازاي؟ بروح النادي، بلعب مع اصحابي، بنحجز ساعة بنلعب. بتحجز ساعة ايه؟ في الكورة هنا بنلعب في النادي. بتعمل ايه في يوم اجازتك؟ يوم الخميس بنزل مع اصحابي نلعب كورة، ويوم الجمعة مثلا بخرج مع اهلي نفسح اخويا الصغير كده يعني. هي دي الفسحة بتاعتكوا يعني؟ في يعني بنروح مثلا حتة عادي متواضعة كده عادي مع الناس يعني.